بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا مجيب دعوة نوح أغثنا. يذكر أحد الناشطين والفاعلين في تاريخ العراق محسن أبو طبيخ، كان أحد وزراء العهد الملكي ومستشار الملك، له رحلة من العراق إلى بلاد الشام. في هذه الرحلة يذكر ذكرياته. من جملة هذه الذكريات يقول: ومررت بمدينة حلب. مدينة حلب مدينة سورية، دولة بني حمدان كان عاصمتها حلب والموصل، كانت عاصمة يسكنها الشيعة قاطبة. لما نمر بها محسن أبو طبيخ يقول: فما وجدت فيها من الشيعة إلا بيتين. يقول بيتين من الشيعة و30% نصارى والبقية من أهل السنة. طيب، عاصمة الشيعة تتحول إنه بها بيتين من الشيعة بس. ثم ينتقل بعدين إلى حمص، هذه المدينة أيضا مدينة سورية. يذكرون في التاريخ بأن أهلها كانوا من ألد أعداء علي بن أبي طالب، وأكثر من حارب علي بن أبي طالب في صفين كانوا من هذه المدينة، كانوا نواصب. ولكن لما أجت الدولة الحمدانية وما بعدها تحولت إلى مدينة شيعية. أيضا محسن أبو طبيخ لما نمر بها يقول: وجدت فيها 3 أو 4 بيوت للشيعة. هذا وضعنا. والآن حلب وحمص من المدن التي تصدر لنا الإرهاب والإرهابيين، مو بس ما فيها شيعة، وإنما مدن تصدر لنا مجموعة من الإرهابيين. هذا وضع. كيف انه هذه المدن كانت شيعية؟ لان كان فيها رجال عملوا بجد واجتهاد وثقة بالنفس، عملوا لخدمة هذا الدين وعدم تضييع اعمال علي بن ابي طالب. امير المؤمنين ناضل، جاهد، كافح، قاتل الى ان ثبت الإمامة وثبت التشيع في هذه الأرض، وإحنا اليوم نضيع هذه الجهود. لما تكون دولة 100% أو مدينة شيعية ولكن تمر عليها كذا سنة تتحول إنه إلى مدينة غير شيعية بها بيتين من الشيعة، معناته إنه ذاك المجتمع كان مقصر، ما كانوا ناس عقائديين، ما قيموا جهود علي بن أبي طالب، ما ثمنوا هذه الجهود، لم يعرفوا قدر ما قدمه أمير المؤمنين. لذلك مدينة كاملة تنفلت وتروح من إيدينا. وبالعكس لما ندرس تاريخ أصفهان كانت مدينة النواصب، كلهم يكرهون أهل البيت. شنو اللي صار الآن؟ هذه المدينة شيعية، أكو رجال اشتغلوا، أكو ناس كان عندهم غيرة على الدين، العلماء اشتغلوا، الناس عاونت العلماء، تضافر جهود، الآن مدينة شيعية. إذن إحنا في التاريخ عندنا مدن أجدادنا ضيعوها، تقصيرهم، تقاعسهم، عدم وحدتهم، عدم التفافهم حول العلماء وإلى آخره.
المدن تراحت من الإيد، وبمكان ما كنا أكثرية شيعية صرنا أقلية شيعية في هذه المدن، وبمكان ما كانت مدن شيعية صارت الآن مدن تصدر لنا الإرهاب. هذا تاريخ العراق، وهذا أشياء ممكن بعضكم قاريها ويعرفها، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني ما أريد أسرد أمثلة وقصص أن هناك مدن كانت حافلة بالوجود الشيعي وبفكرة أهل البيت صلوات الله عليهم وبشعائر أهل البيت ومظاهر أهل البيت، لكن شوية الناس قصرت، شوية ما التفتوا، شوية ما كان عندهم إحساس وغيرة دينية. خلص عصابات تأخذ المدينة وتغير الفكر، وحتى الشيعة يصيرون سنة ويصيرون نواصب ويصيرون ألد العداء إلى الشيعة. شنو الضمانات أنه كربلاء والنجف والسماوة والديوانية والناصرية هذه المدن، شنو الضمانات أنه هي راح تبقى مدن شيعية؟ شنو الضمانات؟ عندنا ضمانات؟ ما عندنا ضمانات قانونية، ماكو القانون ما يساعدك على هيك شيء. الضمان وقفة الناس، هذا الضمان، انه الناس اصحاب مواقف ومبادئ يوقفون بالساحة، هذا الضمان. بس ان الانسان يتحرك بحميته الشيعية، حبه لأهل البيت، هذا الضمان، غير ما عندنا شيء. يعني غير هذا الضمان ما عندنا، أننا نتحرك من وحي الولاية ونضحي لأجل قيم علي بن أبي طالب، نضحي من أجل ترسيخ ما أسسه علي عليه السلام، بس هذا الضمان. وإلا عادي مثل ما اليوم يسولفون عن وجود وهابية في البصرة، باكر من يقولوا لك عن وجود وهابية في السماوة وفي كربلاء وفي الناصرية، وتؤكل الساح، يأكلون أكل، وشباب ما عندهم فرص عمل، وضع البلد شوية صعب، الحكومة جت ناضل من أجل تثبيت بعض الأشياء، ويأتي الغزو الوهابي التكفيري بسيولة مالية ضخمة مدعوم من دول عظيمة يضخل أموال للشباب، اخطف تفضل هذه مبالغ، اقتل هذه مبالغ، وهكذا. وهذه قضايا سهلة، الشباب اللي ما عنده مبادئ ولا ينبض حب علي والحسين في قلبه ينقاد إلى هذه القضية. تفتح عينك بعد 60 سنة في مدينتك، ترى أن مدينتك كربلاء والنجف والسماوة والناصرية فيها مجاميع من التكفيريين، من الوهابية، من الإرهابيين، ما لا تستطيع على ردهم. ونقول هذا شلون بلا الله بلا نبي؟ الله ما له علاقة في الموضوع، احنا لنا علاقة. الوضع في العراق وضع ساخن، عندنا مناطق ساخنة اليوم في العراق، لا يكون لا سامح الله هذه مدننا اللي اليوم احنا نفتخر فيها انها مدن شيعية 100%، ومدن يعلو في مآذنها اسم أمير المؤمنين، نفتخر بهذا، لكن ليجي علينا يوم من الأيام مصيرنا مثل حلب ومثل حمص، ولا تتعجبون، لا تقولون هذا الشيء مستحيل. كانت عاصمة شيعية، اليوم هي عاصمة للإرهاب، حلب كمثال هذا جبناه. أيها الأحبة، نحن في مأزق، طائفة الشيعية تعيش مأزق. هذا المأزق شنو؟ بعد سقوط النظام صار تصور عند أبناء العامة أن الشيعة سوف يتحركون ويقتلون وينتقمون وإلى آخره، والحال أن الشيعة تبع المرجعية، المرجعية طلبت من الناس الوحدة والتآخي والتآصر والانسجام، وعفى الله عما سلف، وبحمد الله الطائفة الشيعية كانت طائفة هادئة تحب السلم والسلام والرحمة، ولم تمارس القتل والإرهاب.
البعض لما شاف إحنا ساكتين وأمة هادئة ساكتة تجرأ علينا، قال ذولا جبناء، شكلوا عصابات، شكلوا قطاع طرق، اتصلت مصالحهم بمصالح بعض الدول، الدول الإقليمية وحتى دول عالمية، دعموهم سيولة مالية، سلاح، فضائيات، إذاعة، صحف، كذا إلى آخره، تقووا، رجعوا من جديد في البلاد ويسببون القلق من خلال القتل والذبيح والإرهاب والابتزاز وإلى آخره. حتى أبسط الأشياء اللي إحنا نريد نمارسها، شعائر الإمام الحسين، خايفين على العزة، خايفين على الموكب، شلون نحافظ، شلون كذا إلى آخره. أبسط الأمور اللي كنا نمارسها بحرية قمنا نمارسها بمن؟ بحذر، خوف، تردد، وحيطة وإلى آخره. القضية ما راح توقف هنا، إنه حتى من تريد تتزوج تخاف، هذا البنت اللي تتزوج اللي تكون إرهابية، أو البنت يخاف ينطبتك، ليكون هذا ويا الإرهابيين، ليكون هذا وهابي، راح يصاعد الموقف. ليش يصاعد؟ ساكتين، قاعدين، ما لنا علاقة، الموضوع مو يمنا، مناطقنا آمنة الحمد لله. هذا المنطق؟ لا، هذا منطق خطأ. نحن نطلب من كل الناس أولاً أن يولدوا في نفوسهم الهم على الشيعة، تولد في نفسك هم شيعي. شلون مطلوب فلوس وتعيش الهم؟ شلون من واحد يضيع من عائلتك وتعيش الهم؟ شلون من تفقد شيء غالي عندك وتعيش الهم عليه؟ تمر بورطة وبمشكلة ظل تفكر بالموضوع، شيل هم. نطلب من الشيعة أن يشيلون هم، يحملوا هم التشيع، هم الطائفة، فردا فردا، وإلا كلتنا يوم القيامة مشمولون بهذا الخطاب، وقفوهم إنهم مسؤولون. كلتنا يعاتبنا علي بن أبي طالب، أنت مو شيعي؟ مسجل من روحك؟ ما تستحي؟ كنت تقدم أولوياتك الشخصية على أولويات الطائفة؟ الطائفة في زمانك أصبحت ضعيفة وأنت كنت ملتفت إلى تجارتك وإلى حزبك وإلى الكرسي وإلى كذا وإلى كذا. شي يصير بنا يوم القيامة وعلي بن أبي طالب يحاسبنا ويعاتبنا بهذا الإسلام؟ إذن المطلوب أننا نعيش الهم على الطائفة ونفكر في هذا الملف، حتى لو كان الخطر ليس في السماء، ليس في السماوة ولا في كربلاء ولا في النجف. قرية شيعية إذا تعرضت إلى الإرهاب كلتنا لازم نوقف في الشارع، كلتنا نندد ضد الإرهاب، كلتنا نضغط على الموقف الدولي، كلتنا لازم نساهم. الأمر الآخر أنه إحنا من هنا من كربلاء ندعو كل الشرفاء في المحافظات أنه نطلع في تظاهرات مليونية ضد الإرهاب. هذا السكوت غير صحيح، هذا الهدوء مو في محله. نعم، نحن لا نؤمن بالكفاح المسلح، لا ندعو إلى ميليشيات مسلحة، لا ندعو إلى تشكيل عصابات مسلحة، نحن ندعو الشرفاء للتظاهر السلمي ضد الإرهاب وعدم السكوت. يوميا تسمعون سيارة مفخخة في مسجد فلاني في الحسينية الكذائية، قتلوا العالم الفلاني، قتلوا رئيس العشيرة الشيعي الفلاني، قتلوا كذا. شو قاعدين؟ شو ماكو موقف؟ شو وقت يصير الموقف هذا؟ هذا القرار شو وقت نتخذه؟ الموقف السلمي، التظاهر السلمية شنو بيها؟ شنو تريد؟ لا تريد فلوس ولا تريد جهد، تريد حمية، تريد غيرة، تريد ضمير حي، بس كل شيء ما يحتاج. علينا أن نسجل مواقف في الشوارع مو في البيوت، في البيت نتكلم بعضنا مع البعض الآخر، شنو الفائدة؟ أي فائدة ماكو. في الشارع لازم نتظاهر، في الشارع لازم نشكل الاعتصامات،
في الشارع لازم ندين الإرهاب، أما ندين بنشرة الأخبار وفي البيوت والمساجد غير صحيح، لأن ما جاي يرتدع، ما جاي يخاف. لحد الآن نظرتهم إلى الشيعة أنه الشيعة جبناء، الشيعة موثقين مفككين، عندهم انتماءات، عندهم ولاءات موزعة، عندهم أحزاب، عندهم كذا كذا كذا، ماكو موقف واحد مش شجع الإرهاب. من مقوي الإرهاب؟ ضعفنا، سكوتنا، وعدم وحدتنا في الشارع. نحن تكلمنا مع أهالي الحلة، تكلمنا مع أهالي كربلاء، غدا لدينا محاضرة كبيرة مع أهالي كربلاء، ونتكلم مع قطاعات كثيرة، مع الرجال، مع النساء، ندعوهم إلى التظاهرات المليونية السلمية حصرا ضد الإرهاب. هسه واحد يقول شنو الفائدة إذا كان السلمية؟ وين تأثر؟ لا تأثر، تأثر 100%. ذكرت الآن قبل أيام لمجموعة من المؤمنين صدام حسين ليش كان يخاف من زيارة الأربعين ومن المشاية؟ شنو اللي كان يخوفه في هاي القضية؟ أكيد ما شايلين سلاح ذول الناس، لكن هذه الجموع العظيمة الغفيرة المحتشدة كانت ترعب صدام حسين. من يطلعون 5 ملايين واحد في العراق، قضية مو بسيطة، هذه قضية مو هينة. تصوروا أنتم بنفسكم لو طلعنا إحنا 3 ملايين منا نتمشى على اللطيفية، منطقة الإرهابيين، أكو إرهابي يبقى في اللطيفية؟ من يقولوا له 3 ملايين جاي يتمشون على الشارع العام، أكو واحد يبقى؟ ما حد يبقى، كلهم يخافون، كلهم ينهزمون. بس دول وينهم 3 ملايين؟ وينهم؟ مدن الشيعية الركيزة، هذه مناطقنا، مناطق الفرات الأوسط كان لها تأريخ، هي التي تصنع تأريخ العراق. كلكم تدرون بالسماوة شنو كان في ثورة 20، وقفة العشائر مع المرجعية، وقفتهم بشكل بطولي، حقيقة هالشكل كانوا. كربلاء نفس العملية، وفي الكاظمية يطلع السيد الحيدري وكان عمره 80 سنة ويشارك مع المجاهدين في العمارة، شيخ الشريعة الأصفهاني كان عمره أكثر من 70 سنة ويركب في البلامة وفي الزوارق مع المجاهدين، وإلى أن انقلب به الزورق وغرق وطلعوه، كانوا ناس يقفون موقف. الآن هذا الموقف مطلوب ولكن سلمي، هذا الموقف مطلوب لكن سلمي، هذا الموقف يسموه في لغة السياسة التظاهرات السلمية يسموه التلويح بالعصا. احنا ما نريد نضرب بالعصا، احنا لو ضربنا ضربتنا قاصمة، ضربة الشيعة ضربة قاصمة أكيد 100%، لأننا الأغلب وجودا في البلاد وأكثر الناس شجاعة في هذا البلد مما لا شك في هذه. عشائرنا أقوى العشائر، وشاب الشيعي أقوى الشباب، لكن من نريد نضرب؟ لأننا ندعو أن يتحد الشيعة مع الحكومة، وأننا نسيج لدعم الموقف السيادي. إحنا ندعو إلى سيادة القانون وإلى تقوية الحكومة، لذلك من نريد نتصرف تصرف خطأ، لكن ندعو إلى تظاهرات يسموها سلمية تلويح بالعصا. نقول للجلاد وللذباح وللقاتل إننا ها هنا، نحن في الميدان، نحن نترصد الحدث. فإذا مسؤوليتنا الشرعية في هذا الوقت أيها الأحبة أيها الأعزاء ليس السكوت وليس الانتظار، إنما الوقوف، تثقيف الشيعة على هذه الثقافة. إذا ظلون قاعدين الشيعة الأطفال يثقفون بثقافة الجبن، حتى تظاهر السلمية بعد ما يطلعون، وإحنا وياكم كلتنا ميتين بعد ما دش وقت، وينشأ جيل جديد متقاعس جبان، وبعد 100 سنة السماوة وهابية لا سامح الله،
كربلاء إذا تطب الزور لازم تأخذ رخصة. صدقوا هالشكل يصير، لا تتصورون هذا كلام مبالغ فيه أبدا أبدا، ممكن هذا يصير. يعني مو كانوا الشيعة من يدخلون يزورون كربلاء والنجف كانوا يدخلون بخفاء ويخرجون بخفاء في زمن بني دولة بني أمية؟ مو كانت القضية على هالطريقة؟ كانوا يتلصصون، كانوا يدخلون بخفاء ويخرجون بخفاء، هالشكل كانوا يزورون الإمام الحسين. تتصور يعني هذا الشيء مين يتكرر في التاريخ؟ هو يتكرر. استونا طلعنا من حقمة مأساوية، مو هالشكل كنا نزور كربلاء، أنتم مو هالشكل كنتوا تزورون كربلاء في زمن صدام، خوف وحذر وإرهاب وسجون وكذا وكذا إلى آخر، يلا الزور. يعني بالك هذا الزمن مين عاد؟ خو ينعاد، لكن متى ينعاد؟ بالتخاذل، بعدم الوحدة، بعدم اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، ينعاد. تحركنا المليوني يقوي سيادة الحكومة وسيادة القانون، وملفات الدستور تقوى وتطبيق الدستور يقوى بتحرك الشيعة السلمي. احنا من نتحرك بالملايين نقوي المرجعية، نقوي الحكومة، نقوي بعضنا البعض الآخر. إذا في واحد من عندنا جبان يخاف يطلع، العقل الجمعي يطلعه، شوف كل الناس طالعة هو هم يطلع. نولد الشجاعة في أفرادنا بالتحرك السلمي المليوني، يطلعون 1000 2000 من قبل. هذه تظاهرات سلمية مرفوضة لأنها لا تؤثر أبد، من تجيب نتيجة لا. كل أهل كربلاء يطلعون، كل أهل السماوة يطلعون، كل الشيعة في البصرة يطلعون، هالشكل لازم نطلع. هم شيعي هذا، نحن في كربلاء شكلنا تجمع الرحمة لإنقاذ الشيعة والدفاع عن حقوق الشيعة، بعدما كان هذا الملف ملف مغلق لا يتصدى إليه أحد. وجا نتكلم مع قطاعات كثيرة من أحبتنا وأهالينا في كل المحافظات حتى ينسقون العمل، يبرمجون العمل، لتكون نظرتنا سطحية للأحداث، لتكون نظرتنا هامشية للحدث، لنكون بسطاء في تفكيرنا السياسي، وليكون نظرنا هالشكل فقط إلى أقدامنا، خلي شوية بصرنا يروح إلى الأمام. بعد 10 سنوات شنو يصير؟ مصير مدننا الشيعية شنو؟ اليوم عندنا إرهاب في مناطق متعددة من العراق، في المحمودية عندك إرهاب، في اليوسفية أكو إرهاب، في الحصوج وفي الصخا اللطيفية. الآن عندنا سنة كاملة من الحرب الأهلية في تلعفر، شيعة تلعفر تعرضوا إلى القتل وإلى الآن يتعرضون إلى القتل وإلى الإرهاب وإلى التهجير. عوائل عظيمة من أهالي تلعفر الآن موجودة في كربلاء وفي النجف مشردين. في سامراء تعرضت إلى إرهاب، وأكثر من 55 عائلة شيعية هجرت من سامراء. الآن تقدر أنت تروح تزور سامراء مرتاح؟ تزور العسكريين سلام الله عليهما؟ ما تقدر. شنو الضمانات أنه كربلاء هم هالشكل الصيف؟ ماكو ضمانات إلا التحرك الشيعي، إلا الموقف البطولي، إلا العشائر تفكر تفكير استراتيجي. ونلتف حول قيادة نضحي وتنظم الجماعات وننظم الناس ونحشدهم في الشوارع وننادي يا علي ونتحرك ونقول يا مهدي أدركنا ونتحرك. هذا موقف أيها الأحبة، تكليفنا الشرعي، أنا أحس تكليفي الشرعي جاء أتكلم وياكم كما أتكلمت وأتكلم مع كثير من الناس. وأنتم تحددون تكليفكم الشرعي أيضا. هذا الشيء تحرك السلمي في تظاهرات مليونية
حق شرعي وقانوني وتوافق عليه كل لجان ومنظمات حقوق الإنسان. ما جا نسوي شيء خطأ. عوائلنا وأبناء الطائفة جا يذبحون في الشوارع. في الطرق المؤدية الآن بين العراق وسوريا مجازر، مجازر وقصص أشبه إلى الخرافة، أشبه إلى الخرافة. الصبح كان ينقلوا لي، الصبح واحدة من طالباتنا كان قابضين على أخوها في عودته من سوريا ومنيمي على الأرض يريدون يقطعون لسانه، وهو بعينه شايف يقطعون الألسن ويذبحون النساء وفاقد عقله، والآن مجنون صاير. مجازر أكو، فضائع. إحنا مستانسين، كيفين، قاعدين في مناطقنا مرتاحين. قلت في محاضرة سابقة هذا عار علينا، ونسأل عن هذا يوم القيامة، ونعذب عليه ونعاتب عليه من قبل الأئمة. صور نفسك، تصور نفسك أنت تبذل الغالي والنفيس وتتعب وتجي تزور الإمام الحسين، وتخيل روحك شفت الإمام الحسين وقد أدار بوجهه الشريف عنك، لا يريد يشوفك ولا يريد زيارتك. شي عجبك؟ عجبك الأرض تنفتح وتروح في الأرض، مو؟ نتوسل نقول له يا ابن رسول الله جينا نزورك، يقول أنا شو أسوي بالزيارات؟ شيعتي يتعذبون، يقتلون، نساء الشيعة تختطف، يعتدى على أعراضهن، أموال الشيعة تبتز. أريد منكم موقف، يريد موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يوم القيامة هالشكل حالنا، حتى لا نقع في مثل هذه المواقف المخجلة، وحتى لا يصعد خطيب بعد 100 سنة يقول ذول اللي كانوا عايشين في سنة 2005 ناس جبناء متقاعسين. صدقوا هالشكل يصير، مثل ما الآن افتتحنا المحاضرة وعاتبنا على أجدادنا في حلب وعاتبنا الشيعة في حلب، شلون تقاعسوا، شلون صاروا جبناء، بحيث حلب الشيعية الآن محسن أبو طبيخ رحمة الله عليه يقول فيها بيتين من الشيعة. الآن افتتحنا المحاضرة بمعاتبة الشيعة في حلب آنذاك. راح يصعد منبري في السماوة بعد 100 سنة يعاتب الشيعة في السماوة وفي كربلاء وفي النجف وفي الناصرية وفي البصرة وفي الحلة. تمام لو مو تمام؟ إحنا في الدنيا الناس تعاتبنا، يوم القيامة الأئمة شو يسوون بينا؟ لا يريد يشوفونا، يقولون لا نريدكم ولا نريد نشوفكم، لأن أنتوا خذلتوا محبينا، خذلتوا شيعتنا، خذلتوا مدننا. إن شاء الله نحن وإياكم لسنا من هؤلاء. إحنا إن شاء الله لسنا من المثبطين. أكو فئة في المجتمع هذولا المثبطون، يثبطك، تي تطلع تظاهرة يقول لك من يقول تأثر، وين رايح أنت يا معود، خلينا من الحج، يثبط معنوياتك. تي تتحرك يقول لا تتحرك، لا كذا كذا إلى آخره. لسنا من المثبطين. نحن وإياكم أيها الأحبة من الذين ندعو إلى تضافر الجهود والتحرك السلمي لإنقاذ الشيعة وإيقاف نزيف الدم الشيعي ضد الإرهاب، تحديا للإرهاب. هذا يراد له موقف شجاع، يراد له موقف زلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنقذنا الله وإياكم من ثقافة المثبطين، وجعلنا الله وإياكم من جنود إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.